أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا رأيت أحد عشر كوكبا والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك رب ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على
كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. صدق الله.